في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة ذوي الهمم، شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين استمرارا للتيسيرات التي تقدم لهم في كافة المواقع الشرطية والخدمات المقدمة بداخلها. دائما ما تقدم وزارة الداخلية الدعم لأصحاب الهمم في كل المناسبات ومشاركتهم كافة الاحتفالات. من هذا المنطلق شاركت الوزارة ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، حيث قامت كافة قطاعات الوزارة بالاحتفال بهذه المناسبة بتقديم الدعم والمساعدة والتيسيرات لهم ومنحهم هدايا أدخلت الفرحة في نفوسهم. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احتفالية جميلة جدا بتنظمها وزارة الداخلية على مدار كام سنة فاتت، ودي انطلاق من مبادرة سيادة الرئيس رفقاء قادرون باختلاف، اللي أوصى فيها بأن يكون في تعامل مع ذوي الهمم. اليوم ده بيبقى بمثابة عيد بالنسبة لهم، لأنهم بيرجعوا منه مبسوطين جدا، فأنا سعيدة النهاردة بتواجدي معاهم، وشكرا لوزارة الداخلية. شكرا. سعيد إن أنا جيت هنا النهاردة وجيت هنا عشان أتفسح في المكان الجميل دوت. أنا مبسوط جدا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكرم المكفوفين وخدونا في جولة نيلية، وأنا اتبسطت جدا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكم. تنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات، حيث تم تنظيم زيارات لمدارس المكفوفين بمختلف المحافظات ودور رعاية الأيتام المكفوفين وإهدائهم العصا البيضاء التي تمثل قيمة كبيرة لهم، فهي عيونهم التي يشاهدون بها ودلالة على الاعتماد على أنفسهم. بنشكر وزارة الداخلية على الكتاب اللي سلمته لنا النهاردة، وده دليل لخدمات الشرطة عن طريق برايل عشان يساعد الولاد لمعرفة أي حاجة هم محتاجينها من خدمات الشرطة، ودايما هم راعين ليهم ودايما سباقين بالخير لذوي الإعاقة. حابة أشكر رجال الشرطة على كل اللي بيقدموا لنا من هدايا وحفلات وغيره من الحاجات دي كتير، ودايما مسلطين الضوء علينا إحنا كذوي إعاقة بصرية. وأنا مبسوط جدا جدا إن هم جم هنا المدرسة، وأحب أقول لهم شكرا لكم. أنا النور اللي جوايا ينور ليكم كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة عشانها ودان. وقام وفد من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية المكفوفين المصرية والمركز النموذجي للمكفوفين بزيارة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم. أنا سعيد جدا جدا إن أنا في هذا الملتقى بنبقى حاسين ان احنا لدينا اهتمام، لدينا اهتمامات بيتم تلبيتها. سعداء جدا ان وزارة الداخلية كمان بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية في الاحتواء والدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وزارة الداخلية سباقة من الوزارات الأولى
من الوزارات الأولى اللي هي بتشارك ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة. رؤية مصر 2030 لن تتحقق إلا بتكاتف كل الجهات المعنية. النهاردة وزارة الداخلية ليها دور كبير في هذا الإطار، دور عظيم ودور ريادي بنفخر به. هي دي الدولة المصرية الكبيرة التي نحلم بها جميعا من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة. أنا هكذا تعمل وزارة الداخلية باستمرار على تقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الهمم في كافة المواقع الشرطية ومشاركتهم لاحتفالات مختلفة في إطار من احترام حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.